أول الطريق. نعم. وهنرجع وهنتكلم وهندخل في الجد بقى ونشوف البرامج ونشوف رأي الناس ويبقى في حالة الحركة اللي احنا عايزينها. هو مهم انه يكون يعني خلينا اقول حاجة بس عشان ايه احقاقا للحق. هو الرجل بيقول انه هو بيلعب دور, هو فعلا بيلعب دور مهم, لانه يعني فكرة ان تكون الانتخابات بلا مرشح منافس, انا قلت قبل كده الكلام ده واعتقد انه يعني موقفي واضح, يعني فكرة انك انت تغير رئيس جمهورية في فترات الأزمات الكبرى بقى صعبة جدا.